وللحديث عن الاستغلال السياسي لأزمة الناجين أو اللاجئين في العالم تزامنا مع يوم اللاجئين العالمي، معنا أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية السيد يحيى السنبل. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بك وبمشاهدي قناة الراشدين. شيخ يحيى، في اليوم العالمي للاجئين العراقيين أو للاجئين بصفة عامة، العراقيون كما يتضح في صدارة الشعوب الأكثر بحثا عن اللجوء في دول الاتحاد الأوروبي، كيف يمكن أن نقرأ زيادة أعداد طالبي اللجوء من العراقيين؟ في ظل انعدام الأمن وغياب القانون وانتشار الميليشيات والجريمة والقتل على أسس طائفية وعرقية، إضافة إلى انعدام فرص العمل وكل أسباب الحالة الكريمة وتفشي البطالة، لم يكن أمام العراقيين سوى البحث عن مواطن للجوء من أجل الحفاظ على حياتهم وحياة عوائلهم وإيجاد فرص عمل ووظائف لهم ولأبنائهم، بحثاً عن الاستقرار. وفي ظل حالة الإحباط لدى العراقيين من جراء فساد الأحزاب المتغلطة وأدواتها، بغياب أي أفق للإصلاح على كل المستويات، وإضافاً إلى انهيار الخدمات وانهيار المشاريع الزراعية والصناعية والاقتصادية، دفعت العراقيين لطلب اللجوء مجبرين لا مخيرين لكي يعيشوا بسلام في بلدان أخرى. نعم. طيب، الحكومة الحالية في بغداد أصدرت قراراً بإعادة النازحين في البلاد، هل كان هذا القرار في مصلحة النازحين الذين تؤكد منظمة الهجرة أنهم يفكرون بالهجرة خارج البلاد؟ حتما ان هذا القرار ليس بصالح النازحين، لان هذا قرار الحكومه باغلاق هذه المخيمات دون حل العقبات التي تعترض عوده هؤلاء النازحين الى مدنهم، هو قرار بتخلي الحكومه عن التزاماتها تجاه هذه الشريحه التي تعرضت للظلم ودمرت بيوتهم جراء العمليات العسكريه وقيام بعض الميليشيات بنهبها وتدمير كثير من البيوت، دون أن تفي الحكومة بالتزاماتها بتعويض هذه العوائل بتقديم الدعم اللازم لها للعودة بشكل طوعي إلى مدنهم، مما جعل هذه الأسر أن تبحث عن اللجوء خارج العراق لعدم توفر السكن والمأوى لهم في مدنهم. نعم. طيب، لكن لماذا لا يتم حسم ملف النازحين؟ ولماذا تقوم الأطراف بتقاذفه سياسيا؟ هل هناك مصلحة للأحزاب في استمرار هذا النزيف؟ تحاول هذه الأحزاب الفاسدة استغلال النازحين بالتأثير على قناعاتهم واستخدام هذا الملف للمشاركة بالانتخابات التي هي محسومة أصلا على غرار الانتخابات السابقة، من أجل تقديم الفتاة لهذه العوائل لحصد أصواتها في ظل غياب الحلول الناجعة لإنهاء مأساتهم المستمرة منذ 7 سنوات. لذلك هذه الأحزاب تستخدم ملف النزوح من أجل المتاجرة فيه على حساب مآسي هذه العوائل البسيطة التي فقدت بيوتها وفقدت أعمالها وفقدت كل مسببات الحياة الكريمة في مدنها. نعم. وكالة فرانس بريس تقول إن مئات ألاف المسيحيين غادروا العراق منذ عام 2003 بسبب الفوضى الأمنية في البلاد. أمام هذه الإحصائية، هل هناك تقصد من الأحزاب الحاكمة بإبقاء الأمور على هذه الطريقة واستهداف جميع شرائح المجتمع العراقي؟ عندما دخل الاحتلال عام 2003 وقام بحل كل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية والمدنية وإشاعة الفوضى والقتل، اضطر مئات الآلاف من العراقيين بل ملايين منهم لمغادرة العراق، ومنهم المكون المسيحي بحثا عن الأمن، فأصبح العراقي بكل أديانهم وأعراقهم في العراق لا يأمن على نفسه وعائلته وماله في ظل
هذا الانفلات وغياب مؤسسات الدولة، وما زالت حالة الفوضى والسلاح المنفلت هي السائدة، وإن الأحزاب الفاسدة والحكومات المتعاقبة أنا أرى أنها لا تملك القرار مطلقا بتغيير الأمور، وإنما هي أدوات تخريب وتدمير لاستمرار مسلسل القتل والفساد وتحقيق ما يطلب منها من جهات خارجية لا تريد للعراق والعراقيين الأمن والسلام. نعم. بالإضافة طبعا الشيخ يحيى إلى التقاعس الحكومي عن إعادة إعمار المناطق المنكوبة، والذي على ما يبدو يكشف عن عدم وجود رؤية لدى الأحزاب والحكومة لحل هذه المشكلة ودفع العراقيين للهجرة مجددا. حتما تتعمد الحكومات المتعاقبة وأحزاب الفساد بعدم الإقدام على إعمار المناطق المنكوبة، وذلك لأنها أولا لا تملك القرار، ولن يكون هذا الإعمار إلا بأوامر خارجية، لأن هذه الأحزاب والحكومات تدين لهذه الجهات بالتبعية لها والارتهان لقراراتها. والثاني أن ملف الإعمار والأموال المخصصة تذهب إلى جيوب الفاسدين من نواب التزوير والأحزاب الفاسدة للاستفادة الشخصية والحزبية على حساب مآسي شعبنا ومقدراته. لذلك لا نرى بالأخ أي إشارة إلى القيام بإعمار هذه المناطق المنكوبة. أمين سر مجلس شيوخ عشائر الثورة العراقية سيد يحيى سنبل، شكرا جزيلا لك.